يلا يا حلوين، يلا يا عمر. نعم، يلا يا بطل. رقم، تختار الصفحين. ايوه انا هنزل الصفرين. 2 في 9 سهلة. ماشي كمل. 1800 ألف وكم؟ 800 علي صوتك. 1800 1800، أصل أنا كنت سامعاها 1600. أنا طيب بقول 1800، يمكن أنت سمعتها غلط. تمام، ده بالنسبة لأول جزئية ممكن السؤال يجي لي بيها. تاني جزئية إن هو يطلب مني مساحة مستطيل، هعمل له المستطيل. هجاوب أنا أول سؤال، هعمل له المستطيل. مين اللي هيفوز؟ مين اللي هيكسب؟ الرقم اللي فيه صفار، الاسباب اللي هو 40. اللي هو 40، هحطه في الجنب بتاع المستطيل، وبعدين هقسم المستطيل لجزئين علشان أنا عندي هعمل صيغة ممتدة للاتنين و60. هنا هحط الاتنين وهنا هحط الستين، وأقسم المستطيل جزئين. تمام؟ هاخد الـ40 أضربها في الـ60، نحط الصفين. أحط الصفرين، وأربعة في ستة بأربعة وعشرين، يعني 2400. هستأذنكم بس لحظة واحدة، أفتح البورد تاني علشان مش هينفع كده، عشان نعرف ننقل عليها السؤال ونحل.